المباراة الثانية انتصر فريق الوصل على فريق سيتي بويز بهدفين مقابل لا شيء. لدي نجم فريق الوصل ياسر القرني، نبارك لك هذا المستوى والنتيجة في هذه المباراة. الله يبارك فيك ويبارك إن شاء الله فيني إن شاء الله، وأحب أبارك للإدارة الوصل والفريق الوصل، وأهدي الفوز هذا اللي تعب على الفريق هذا صراحة أبو بندر طول المدة هذه الفترة هذه، وعبد الغني وعلي والمساعدين اللي معه، وإن شاء الله هذه بداية وراح نقدم إن شاء الله مستوى أفضل من كذا إن شاء الله. ثلاث نقاط حصلتم عليها اليوم، راضين على المستوى، راضين على الأداء، راضين على النتيجة؟ بكل تأكيد، حنا حضرنا قبل المباراة يمكن بساعة، وهذا يعني طمننا شوي وهدينا شوي بالراحة النفسية، وأدينا من أحسن ما يكون. الجمهور شو تقول لهم اليوم على دعمهم وأزرتهم لفريق الوصل؟ هي أشكر الجمهور وكل من ساند الفريق، لأن هذه صراحة مو بغريب عليهم صراحة، لأن دائما يساندونا في كل مرة صراحة في كل أي بطولة. كلمة أخيرة توجهها لمن وحاب توجه الفوز لمن؟ أهدي الفوز هذا لأمي وأبوي، وأهدي الفوز هذا لأخوي عبد الله أفضل لاعب حواري، وإن شاء الله إن شاء الله هذه البداية، وراح نأخذ وأنا أصرح إن شاء الله من هذا المنبر إن شاء الله إذا أدينا أداء لكل المباريات اللي راح نلعبها الجاية راح إن شاء الله نرشح نفسنا إن شاء الله للبطولة. ما قبل هذه المباراة وما قبل هذه البطولة ياسر القرني كان مرشح وبقوة كأفضل ظهير على مستوى المنطقة، ماذا تقول لمن صرح بهذا التصريح؟ أنا صرح اللي صرح هذا، أنا أقول اللي صرح هذا التصريح إنه مع الحق، لأني أنا لاعب ألعب بكل روح رياضية وألعب يعني صراحة للشعار اللي ارتديته، وإن شاء الله راح أكون قد الثقة اللي أعطاني إياها. شكرا لك سيدي. شكرا شكرا لكم. إذا كان هذا حديث الكابتن ياسر القرني، خلونا نأخذ المدرب أبو بندر المنتصر في هذه المباراة.